مشاهدي تايم سبورتس في كل مكان، اهلا بيكم يوم جديد من ايام الدوري المصري الممتاز. الجوله الثامنه بتبدا معانا النهارده في صراع مستمر لمسابقه الدوري الممتاز في القمه وفي القاع وفي مراكز الوسط في نسخه بتبدو مثيره من اولها. جولات الدوري ابتدت، يمكن الجولات الاولى لسه في الثلث الاول من الدوري، ولكن صراع المقدمه ظهر، صراع الهبوط او صراع الهروب من الهبوط كمان ظهر، وصراع تحسين المراكز ما بين فرق عندها طموحات كبيره للتقدم في الدوري وما بين فرق عندها طموحات ايضا للابتعاد عن شبح الهبوط. النهارده الجوله الثامنه بتبدا معانا بثلاث لقاءات، اولها لقاء نادي مصر مع نادي الاسماعيلي، لقاء مهم جدا للفرقتين. نادي مصر بيسعى لتحسين مكانه والابتعاد عن منطقه الهبوط، الاسماعيلي كمان بيسعى لتحسين مكانه خاصه بعد فوز مهم جدا الاسبوع اللي فات على نادي مصر للمقاصه سموحه بقياده كابتن حسام حسن في مواجهه اسوان. فرقتين برضو عندهم طموحات تحسين المراكز، اسوان بيحاول يبتعد بعد العوده لدوري الاضواء، بيبتعد عن صراع الهبوط، وسموحه بروح وحماس حسام وابراهيم اكيد حابين ان هم يتقدموا ويقتربوا من صراع المقدمه. ثم الاهلي في مواجهه حرس الحدود، الاهلي في محاوله لتاكيد صدارته النهارده بفوز سادس يمنحه 18 نقطه وعلامه كامله، هي العلامه الوحيده الكامله في الدوري حتى الان لو فاز النهارده على حرس الحدود اللي بيحاول، في تذبذب في النتائج ولكنه بيبدا بدايه احسن شويه من السنه اللي فاتت. ثلاث لقاءات النهارده في بدايه الاسبوع الثامن، بكره ان شاء الله هيكون عندنا طنطا مع الانتاج الحربي، المقاولين العرب مع وادي دجله، مصر المقاصه مع الاتحاد السكندري، وطلائع الجيش مع الزمالك الساعه 7:30 مساء. ثم يوم الثلاث عندنا امبي مع المصري بورسعيدي، بيراميدز مع الجونه، وده هيكون ختام الاسبوع. ترتيب الفرق حتى الان وقبل الدخول في معمعه الاسبوع الثامن، المقاولين العرب ذئاب الجبل بيتصدروا ب 16 نقطه من 7 لقاءات، الاهلي بياتي في المركز الثاني من 5 لقاءات علامه كامله 15 نقطه، الاتحاد السكندري ثالث من 7 لقاءات 14 نقطه، الزمالك بيجي في الرابع ب6 لقاءات منهم 13 نقطه، بيراميدز بيجي في الخامس ب7 لقاءات ومنهم 12 نقطه، سموحه 10 نقاط في المركز السادس، الحرس بنفس الرصيد في المركز السابع، والاسماعيلي ايضا بنفس الرصيد في المركز الثامن. ثم بياتي طنطا بعدهم في منتصف الجدول بالظبط في المركز التاسع برصيد 8 نقاط من 7 مباريات. الانتاج الحربي بيجي ب10 في المركز العاشر من 7 لقاءات حقق 7 نقط، وزيه زي 4 فرق تانيين، المصري في المركز ال11، امبي في المركز ال12، المقاصه في المركز ال13، ونادي اف سي مصر او نادي مصر في المركز ال14، اسوان بيجي في المركز ال15 معاه 5 نقط من 6 لقاءات، ثم مثلث الخطوره طلائع الجيش في المركز 16 4 نقط، الجونه في المركز 17 4 نقط ايضا، واخيرا وادي دجله وفي المركز الاخير 3 نقط من 7 لقاءات. وإذا كان ترتيب الجدول في صراع كبير على القمة أو في الوسط أو في مؤخرة الترتيب، كمان صراع الهدافين اللي بيتصدره عبد الله السعيد بالتساوي مع حسام حسن أيضا في صراع مهم جدا، 5 أهداف صاحب المركز الأول عبد الله مع حسام حسن، وبيأتي بعدهم لعيبة كتير جدا في المركز الثاني ب4 أهداف، وبالتالي كمان صراع الهدافين مشتعل من بدايته.